نادرا ما اكلم البنات، بس كنت عايزه اقول حاجه وتاخدوها مني كاخت كبيره وفعلا عن تجربه وحياه ربنا. اهم حاجه لما تيجي تختاري شريك حياتك، اهم صفه لازم تكون فيه انه يكون بيفكر لقدام، ودايما يكون تحسي بالامان كده وانك مش خايفه من الزمن ومن بكره النهارده بجد. وتقدري تعرفي ده، تقدري لو ركزتي في تصرفاته تعرفي هو كده ولا لا. انا النهارده احترامي لجوزي زاد اضعاف 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 ما كنت بحترمه. النهارده اتزنقت في شراب وقلت هاخد شراب من شرابه، لقيت شراباته بربر في الكعب عشان ما تتزحلقش جوه الجزمه، فده واحد مأمن شرابه، فشوفي هيعمل معاكي ايه، اختاره صح. معانا واحدة مطلعة عين جوزها، فقلنا لازم نجيبها نعذبها. ازاي يا مي ابراهيم انتي تطلعي عين جوزك؟ انا بطرح هنا قضية مهمة جدا، اللي هي ايه القضية اللي انتي طرحتي؟ ليه مطلعة عين جوزك؟ ليه والله صورتك يعني مطلعة صورتنا ان احنا مفترين يا مي؟ حرام عليكي، ده عكس اللي بيحصل خالص يا والله العظيم. شيخة كلميني عن فيديو الشراب لو سمحتي. فيديو الشراب ده انا بطرح قضية مهمة كبيرة جدا زي ما قلت لك، وهي الاختيار الصح. انا في بدايه الموضوع ايام الاختيار، ايام ما كنا لسه بنختار بقى، كنا شباب وطايشين، كنت بدور على واحد زي بابا بالظبط. ده كان اول ده اول رول موديل بالنسبه لي. ما اعترتش فيه يعني، قلين شويه اخدتي ايه في الاخر؟ يعني فهي بتيجي بالبركه كده. اخدتي في الاخر زي مين ولا غير؟ لا مش زي حد، مش زيها، ده لا ليه زي ولا ليه حد ولا ليه شبه. هو بيتفرج علينا الى حد ما، الى حد ما. لا بيتفرج، طيب اختبار الشراب ده المفروض هي تعمله يعني؟ مش اختبار هتعرف في تفاصيل صغيره كده تبين لك ده الاختيار يعني. هتقلعه الجزم يعني؟ ثانيه ثانيه بس، يعني انا دلوقتي مخطوبه لواحد، اقول له ايه يا ابني جزمتك يا ابني ما اشوف شرابك ولا هنا؟ على فكره الشراب ده ممكن تقفشي منه تفاصيل كتيره جدا. مش شراب طبعا، اللي هو ايه يعني؟ ممكن مثلا يبقى شخص عشوائي جدا، لو لقيتيه لابس فرده وفرد ما جوه الجزمه محدش واخد باله، ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى انسان مهلهل شوي يعني. مهلهل؟ طب ولو شرب مخروم؟ لا ده نسيبه بكره، ده بتسيبيه بكره، ما بتكمليش معاه لاخر الاسبوع. اما شراب برابر اللي فردتين زي بعض، ده بتلمحي منه تفاصيل كتير في الشخصيه دي. المح منه طبعا. طيب هل اختبار الشراب ده يعني لو شمينا بقى ريحه؟ لا احنا كده القعده نتنت بشكل كبير، احرجت اقول لك ده. خلاص احنا كده يا جماعه، مي ابراهيم جاي جات لنا من دبي، جيت من دبي علينا طازه، جايه لنا حبيبتي من دبي. ايوه، عشان تورينا شراب، اختبار الشراب. عملتي اختبار الشراب وفلح؟ ايوه. انت في الامان، في الامان، وموفقه في جوازك ان شاء الله. ان شاء الله. انا دي عن تجربه. طيب كلميني في فيديو تاني احنا كنا زعلناه لك كده في الاسبوع الاولاني، وانت عماله بتقولي لها يعني روحي شوفي حياتك بقى وانزلي من على ودان، يعني ايه بقى يا مي؟ لازم نفضل مشغولين والله العظيم عن ايه؟ لازم نفضل مشغولين عن النكد، لان احنا مش نكديين، ما اقصدش اقول كده اوعي تزعلي مني، لكن احنا بنفكر في تفاصيل كتيره جدا. فطول ما انا مشغوله مش هفكر، روحي اتعلمي عبري، لغه عبري، اتعلمي اي ايكيدو، العبي ايكي، اي حاجه تكيبك ديستراكتد كده، مشغوله ان انت تبقي مركزه معاه، عشان هم يعني حبايبي ما بيحبوش يهتموا قوي، فاحنا ايه نفرك احنا في حاجه تانية عشان هو اللي يقعد يدور عليها. طب هو ده عن تجربه، هو بيدور عليكي لما انت بتفركي في حاجه تانية؟ لا. طب بس انا مشغوله. مش انت مشغوله بس هو ما بيدورش؟ لا يعني انت جربتي فرق؟ لا 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 بهزر، لا والله لما بتشغل بيقعد يعقب بقى وينقب، يعقب وينقب. وبيحس بقى ان انا دي هتفرق دي ولا ايه، دي مشغوله عني دي ولا ايه، ويركز بقى معايا والاهتمام يزيد سنه. يعرف ان انا مش مشغوله، خلاص خلاص هي قاعده في البيت عادي مفيش مشاكل. طب فكره ان انا بقى بقيت حامل وحاولت باين قوي؟ لا باين ايه ده؟ حد هتولد؟ احنا معانا، احنا دي هتولد على الكاميرا، هتولد دلوقتي يا شطوة يعني احتمال. معانا مين على التليفون؟ عمر؟ عمر؟ ايه المفاجأة دي؟ انا اللي مديهم رقمك.
انا مش عارفه. يا عمر يا خوفي يا خوفك ليه يا عمر؟ عايزه اقول لك اتصل يصالحني على حاجات من 2002 خوفا من الحلقه عشان يبقى التعدي على خير. انا عايزه اوضح ان انا مش خايف من رضوى، انا خايف من مي الصراحه. مش خايف من رضوى، خايف من مي الصراحه. انا الحمد لله. عمر لما عملت لك اختبار الشراب ده انت حسيت بايه يا حبيبي؟ بصي، هو انا اصلا الموضوع ما انا ما حسيتش باي حاجه، انا ما بلاقيش شراباتي اصلا. ما بلاقيش شراباتك دلوقتي. بتعمل لك الاختبار بجيب من كل حاجه واخبيها اثنين، واخبيها، اخبي حاجتي واسيب حاجتي اللي بتتاخد، لان يعني معظم الحاجات بتاعتي بتتاخد الحقيقه بصراحه. بحب شبشبه جدا. بتحبي شبشبه جدا؟ طب وفعلا هي لما بتفرك وانت بتفركي ايه؟ وتشغل كده وتتشغل كده بتحس ان انت بتفرك انت كمان؟ بصي بس في نفس الوقت بيبقى فيه انانيه كده لما بفرك. انا ما بحبش هي تسال بقى انا بفرك ليه وكده. يعني بيبقى فيه نوع كده انانيه مش عايز اخش فيه، بس والنبي ايه عادي حالي. انت برج الميزان؟ ايوه عارفينه برج قمر. يا عمر والله انت كويس. برج الميزان ربنا يخليك. طيب شفتي انا قلت والله مش خايف منك، انا خايف منها والله. طيب عمر قول لي كده ايه يعني اكتر حاجه بتعذبك في مي؟ خالته قوي. العشوائيه. مالها؟ العشوائيه. العشوائيه؟ احنا عايشين في عشوائيه. المنظمين دول مملين قوي. زي ما انت عارفه انا برج الميزان فمرتب جدا قوي وكل حاجتي في مكانها وكده. مي مفيش حاجه في مكانها، ما ينفعش الحاجه تبقى في مكانها اصلا. اخس عليك يا مي. دي مشكله. وبعدين بتعمل حاجات في البيت غريبه، يعني لما بغيب عن البيت شويه برجع الاقيها كاتبه بقى يفط شقه الحاج عمر. عامله حاجات في البيت غريبه يعني. لسه رسماله على الباب لافته الحاج عمر واولاده، شقه الحاج عمر واولاده، والله جميله. على الباب كده لما بيفتح عشان يتاكد ان دي شقتنا. طيب احكي لي يا عمر، كمل كمل كمل، عايز اسمع عن مي. بس والله بصي انا يعني في حاجات كتير، بس انا مش عايز احكي. انا نفسي بس اقول عشان الموضوع ده ينتشر ولازم هي تديني حق في الموضوع ده، ان انا بغسل وبلم الغسيل، صح يا مي ولا ايه؟ ولا الحاجة الوحيدة اللي بتعملها؟ بتعمل ايه؟ يا ربي على الذل. استني ده عشان خرفي. تعالى هنا تعالى هنا. بتعمل ايه؟ انا معاك انا معاك. بتعمل ايه؟ يعني بغسل، بحط بقى الغسيل في الغسالة وانشره وبعدين اخلص واطبقه، فدي الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها ودي اللي بأمن بيها مستقبلي يعني، عشان افضل عايش، بحيث لما تسألني على أي حاجة بقول لها ايه؟ بغسل وبطبق وبنشر وكده. طب دي اللي بتعدي يعني. طب انت بتعمل كده عشان هي حامل ولا دي حاجه مشتركه من الاول؟ لا ولا ده من داي 1 من داي داخلين جمعيه نفرين. انا عايز اقول لك اول ما عرف ان انا حامل قال لي يلا ما يقوم امسح الشقه، ما حبش يبقى زوج تقليدي. وايه ده اقعدي ما تشيليش حاجه؟ لا لا ما تعمليش. طب عمر قسمت معاك تركه العيل ولد ولا بنت؟ ولد. قسمت معاك تركه الولد، انت هتغسل وانا كوافيل، انت انا هرضع، انت يعني والله بصي هي مكتمه على الموضوع ده، بس انا يعني حاسس مفاجاه والله، حاسس مفاجاه وخايف خايف يعني. يا عمر انت نورتنا النهارده ويا رب كل الاسباب تبقى زيه يعني. ميرسي والله العظيم يا رضوى وربنا يكرمك. يعني بص برج الميزان وقمر ومنظم تكيش في الدعوه وفله استحمى 600، ما عايزه ايه؟ ايوه لا 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 ده حلال يا عمر والله بيخو بيغسل. بس هاتوا فيديو المي، هاتوا فيديو المي هتشل. النهارده فيديو ملحمي. انا اسفه انا عندي برد وتعبانه جدا، بس الموضوع ما يتسكتش عليه ولا يستنى. انا من فتره جبت 3 فرخات، فشلت على مدار الفرخه الاولى والفرخه الثانيه، اتعلمت حاجات كتير قوي من الفرخه الاولى وتعلمت حاجات كتير قوي من الفرخه الثانيه، والنهارده معايا الفرخه الثالثه، هطبق كل اللي اتعلمته وكل اللي استفدته وكل اللي طورته على مدار الفرختين اللي فاتوا. الفرخه لسه اهي، وانا معرفش الموضوع هيرسى على ايه، والقدر والفرخه مخبيين لايه النهارده. خلوني احكي لكم على اللي حصل في الفرختين اللي فاتوا. يدرس اول فرخه كان في مخيلتي ان الغدا هيتاخر نص ساعه ساعه الا ربع، لكن في الحقيقه استوت في حوالي 4 ساعات بالظبط، وستيل مقستكه يعني الجلده كانت بتشد الجلده تعمل كده. قعدت فتره بعد الفرخه الاولى بيجي لي كوابيس بشوفها في الصينيه عامله كده. اما الفرخه الثانيه ظبطت الارم، صحيت بدري عشان الحق اشتغل فيها، تلحق تاخد وقتها في السوى 6-7 ساعات. ظبطت الارم على الساعه 5، صليت الفجر حاضر وقمت اشتغلت فيها. مش هنكر استوت، لكن عارف الفلوس،
احتاجنا بعدها 8 متر فلوس عشان نقدر نخلي الفك تماما من رواسب الفرخه. بجد مهما حكيت لكم النهارده احساسي بالفرخه الثالثه عامل ازاي، الخوف، الترقب، بجد اتوكني سو لونج ان انا اكون واقفه هنا النهارده مع الفرخه الثالثه. طيب انا اديتها وقتها كده والبيرسونال سبيس بتاعتها بقى لها حوالي ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما بالشكل حاولت اداري ملامحها بالقلي على قد ما اقدر، قال يعني متشوحه يعني. شوف 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 مثيره. طيب ابراهيم بتتخانق مع الفراخ، حتى الفراخ مش سايباها. انا هنا بطرح قضيه اهم من اللي قبلها. صح. ايه بقى؟ او هي وقعت اهي. هي ايه اللي وقعت؟ يلا يا دي مش دي مش الحاجات اللي تبوظ حلقتنا. اطلاقا اتفضلي اتكلمي عن الفراخ يا حبيبتي. بصي شفتي عامله ازاي الفرخه شهيده. شفتي عامله ازاي؟ طب انا عايزه اقول لك اسالك على سؤال. انا لما اتفرجت على الفيديو ده حسيت ان انت بتتكلمي عن علاقات مش على الفراخ. الفرخه الاولى. لا كل واحد بقى وليه البرسبكتيف بتاعه. انا اتفهم من كده، كنت فعلا بتكلم على الفرخه. انا حسيت ان انت بتتكلمي عن عن عن, عن الفرخه الاولى، العلاقه الاولى. وبعدين انت عميقه قوي. لا خالص. انا جايبه لك ليه فيديو الفراخ؟ انا حسيتك عميقه زيي وبتتكلمي عن الفرخه الاولى، العلاقه الاولى، والفرخه الثانيه. لا كنت بتكلم عن حاجه مؤثره اكتر، انه لو بيحبني الشخصي مش هيفرق معاه بقى الفرخ بتطلع شهيده ولا بتطلع مقليه ولا مش مستويه. طب هو يا حبيب قلب مامته يا عيني. انت انا مش فاكره عليه. انا اتفرجت لك على 300 فيديو. نادره. لا فعلا نادره بجد. الراجل صعب عليا. تخيل لما راجل يصعب على رضوى الشربين. لا اله الا الله. يا قادره يا قادره. عارفه يعني ايه قادره؟ بصي بصي انت لما حبيبتي بتطلعي الفراخ شهده كده. انا اهلي ما كتبوش، قالوا له ازيك سلام عليكم عامل ايه بنتنا ما بتعرفش تعمل حاجه خالص. والشهامه خدته وقال قشطه عادي. بعد كده اكتشفت ان في حاجات كتير قوي ممكن تاثر في قصه الحب القويه. يعني انه عمري ما تخيلت ان قصه حبنا تتاثر ببقع الزيت على البوتاجاز، وان دي مطربه، وان دي معموله كده. فاهمه؟ اكتشفت ان الحب بيتاثر بحاجات عمرها ما جت في بالي. فهماني؟ عايزه اقوم اقتلها. انا عايزه اقوم اقتلها. اقوم اقتلها. ناخد الفيديو وانا اقتلها. هاتوا الفيديو. الخير حبايب قلبي، النهارده هعلمك ازاي تخفي بقع الزيت القويه دي في اقل من ثانيه. انا النهارده كنت بقلي حاجات كتير جدا، وزي ما انتم شايفين الزيت طرطش في كل حته. ازاي تداري بقع الزيت دي في ثانيه؟ تجيبي طاسه تحطيها عليها، بس كده بوتاجازنا بقى نضيف. دي بقعه امبارح، اكتر من عينين لو اتوسخوا. لا قومي اغسلي البوتاجاز بقى. حلول هنسيبه. حلول. بحاول الاقي حل انا هنا بطرح قضيه اهم من التومين يعني. اهم من التانيين. بقعه الزيت. ايوه. وتنضفي بقعه الزيت ده بعد ما مش دايما بنقدر ننضف. صح. يعني ساعات ببقى مجهده. طيب بصوا يا جماعه، حطي طاسه عليها. بص بص هتبقى بص 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 بص. احنا الست دي احنا يعني اتشرفنا طبعا. على راسي على راسي طبعا. استضفناها لانها يعني نموذج الست القادره المفتريه. يعني مش عارفه اقول ايه. فاحنا يعني قلنا نجيبها في البرنامج نوريكم نموذج جديد. نموذج احنا دايما بنقول احنا غلابه ومظلومين وندمتوا خلاص. الست دي اللي هتولد حالا دي اللي هي فاهمي قادره مفتريه وجوزها راجل زي الفل زي الفل وبرج الميزان. انا عارفه برج الميزان كويس. وبيمسح بيغسل وبينشر فقط. بيغسل وينشر وبتقول لك فقط ومش عاجبها. ومش مش مش عايشه معانا في برنامج هي وبس، وبتشوف الكوارث اللي احنا بنشوفها. وعندها مشاكل. قال ايه الحب ما بيتاثرش من بقعه زيت وشويه تراب هنا وشويه مش عارفه هناك. لو عمر بعت لبرنامج هي وبس. بص لو عمر بعت لبرنامج جاي وبس اشتكى منك هفرمك يا ماهر ابراهيم. خالته. انا بجد خالته. انا بجد مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي، اخر فيديو. استاذه معي
صباح الخير، صباح الخير على الأنسة كخة اللي سابت براح الكون وبتحب الراجل اللي انا بحبه. انت عايزه تعملي كده ليه يا حبيبتي؟ انا مش فاهمه الاهالي اللي بتسقط تربي دي. انا مش فاهمه ليه الاهالي بيفضلوا الشوبينج على تربيه اولادهم. حاجه خلفتها ربيها لو مش هتقل عليك حبيبتي. هو راجل قلبه قلب رمانه بيتوب وبيجي يقول لي، يا اما لما بقفشه بيجي له العصب السابع وبعرفه تحبي راجل مرتبط. يا يا ده قبل الجواز، دي قضية بقى أهم من التلاتة اللي قبليهم. دي قضية إيه؟ مش عارفة، حب البنت الغريب في إن هي تحب راجل مرتبط. يعني دي حصلت لك في الحقيقة مع عمر؟ لا. طيب كذابة قوي. مش متذكرة قوي. كذابة قوي قوي يعني كملي. مش عارفة إيه. أنا جاي أسألك، أنت عارفة أنا جاي النهاردة عشان أسألك ليه بتسيب الكون وتحس ان الراجل المرتبط ده صفقه كبيره جدا، او ان هو حاجه يعني صعبه؟ هي عشان صعبه، تحدي. طب وفين الربايه؟ ما هي ما جاتش، حماده ما جاش. طب انا الموضوع ده شائك جدا. شائك والله العظيم. وانت ما جربتيش خالص مع عمر؟ يعني بجد مش متذكر يعني. طب عمر مين؟ عمر مين والناس نايمين؟ عمر مين؟ اصل انا بنام بدري. ايوه. طيب ولو واحده قابلتها كده مش انت يعني، تتصرف ازاي؟ ان هي مرتبطه بواحد واحده بتحبه؟ تتصرف ازاي؟ انا في الظروف اللي زي دي يعني لو صدفتني. يعني لو مثلا هتعملي ايه يا مي؟ انا ماليش، هي انا في الرجل الذي مرتبطه بيه ده هو اللي ليه كلام معاه. هتعملي فيه ايه بقى؟ انا ما بعملش يعني، انا باخد جنب واحرمه من وجودي العائل المميز. حلوه. والله شفتي قالت ايه؟ واحرمه من وجودي المميز. ايوه بجد والله. فيكي ثقتك وادائك و... لا اصل هترغي، فانت بتتفاوضي معاه على ايه؟ سيب دي، يلا وحبني انا حبني. لا ما فيش كده، انا اتقمصت ومشيت، انا مقموصه دلوقتي. صحح اخطائك وتعالى نتكلم. صحح اخطائك. انا واثقه في نفسي. ايوه بالظبط، زي منى زكي ما قالت انا ماسكه. أيوة في أيوة نفسي. انا ماسكه في نفسي. انا ماسكه في نفسي بالظبط. طيب اخر بقى سؤال بقى، عمل لك هو اختبار الايه؟ لا هو ماشي جنب الحيط يعني، هو ربنا يكمل. يا حنين. لا مش لدرجه اختبارات، هو راضي يعني. هو جميل. لا طب من وجهه نظرك الحياتيه. يا علامه. يا فلته اللي ما جاش منك اتنين. والله. والله ما جا منك اتنين. هتشليني. ايه اصعب حاجه في الجواز؟ فين السؤال؟ ده ما حطيتش ده على السؤال لسه. الحاجات اللي هي فسافيس. ايوه ده سؤال ضخم عظيم، ده سؤال عميق. اكبر مننا قوي. اديني حاجه يعني طايره حيره كده. يعني الروتين. الملل. مش الملل، الروتين. يعني عارفه ساعات ما بيبقاش فيه ملل، بس فكره ان كل حاجه بتتكرر كل يوم. غدا كل يوم بشوفه كل انا يوم. عايشه بجد في الكون ده، بفكر ازاي اليوم ده ما يبقاش زي اليوم اللي قبله. برافو بجد والله العظيم. والله برافو. ببتكر بقى حاجات تجيب شلل يعني. بصي يعني يا ريت الحياه تفضل روتينيه احسن من الحاجات اللي انا ببتكرها بكتير، بس طول كل يوم لازم افكر. ازاي؟ عادي 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 الجمله دي تاني يعني بجد. يا ريت الحياه تفضل روتينيه احسن من الحاجات اللي انا بعملها. ايه كام مصايب يا جماعه؟ ايوه هتولع في الراجل. بقول لك بجيب سبريهات كده واعمل يوفط كده في البيت. برجي ايه يا بنتي؟ انا برج العذراء. ده انت مش جايبه عذراء خالص. انا مش جايبه حاجه خالص. انت مش جايبه ولا حاجه من 12. انا ما شفتش زيك يا فلته يا علامه. يا اللي ما جابتكيش ولاده. والله رقبتي قد السمسمه. والله كمانك؟ رقبتي قد السمسمه. فلت العلامة مي إبراهيم كانت منورانا، جت لنا من دبي، والحقيقة كان لقاء مشرف ولقاء خاص ولقاء جيد على مستوى القاعدة. اتكلمت في 4 مواضيع مهمة جدا. قضايا. قضايا حياتية تبحثنا فيها الأمور، وكان عندنا بعض من الأسئلة، والعلامة بتاعتنا ادتنا إجابات وافية كافية. رضوى انا وكيلوهاتي الزياده مبسوطين قوي قوي ان انا معاكي النهارده. وعايزه اقول بس حاجه في الاخر كده، هي مش درام، مش عايزه نكد والله، بس انا عايزه بس اسلم على تيتا الله يرحمها. على مين؟ تيتا الله يرحمها، لان دي اول حلقه
اطلع فيها وهي ما بتبقاش بتتفرج، وكان الموضوع كبير قوي بالنسبه لها، فعايزه بس تعرف ان انا دايما فاكراها. الله يرحمها ويحفظها من غير اي دراما ونك، يعني الموضوع العادي لذيذ. مبسوطه قوي يا رضوى بجد. وانا كمان يا روح قلبي حبيبه قلبي. قبل ما هنطلع دلوقتي للزومبا، احنا الاسبوع اللي فات كنا اخترنا بنوته لمسابقه ال 40 يوم وكلمناها على الهوا والدنيا كانت زي الفل. بعد ما اتكلمنا معاها لقينا انها خست خلاص ووصلت للي هي عايزاه وكان فاضلها 2 كيلو، فبالتالي قررنا انه لا اعتذرنا لها، واللي عندها كيلوهات كتير واللي عندها مشوار اكتر هي اللي من حقها انها تخس وتستفيد من مسابقه ال 40 يوم. فبالتالي هنطلع تقرير الزومبا ونرجع نلاقي واحده تانية، فكل واحده قدمت في مسابقه ال 40 يوم تستعد قد تكوني انت. مشاهداتي عايزه تخليكم معانا وتابعونا وتابعوا معاكم وهي وبس.